بسم الله. محاضرتنا اليوم عن مقاربة وتشخيص الأرقان وفرط بيلروبين الدم الغير عرضي عند البالغين. بسم الله. المقدمة: الأرقان هو عبارة عن مرض شائع. طبعا اليوم تجربة جديدة فسامحونا إذا تلبكنا. الأرقان وفرط بيلروبين الدم غير عرضي هي مشاكل سريرية شائعة يمكن أن تكون بسبب مجموعة متنوعة من الاضطرابات، بما في ذلك فرط إنتاج البيلروبين وضعف الاقتران وانسداد الأقنية الصفراوية والتهاب الكبد. سيقدم هذا الموضوع نظرة عامة عن المقاربة التشخيصية وعن أسباب اليرقان وفرط بيلروبين الدم الغير العرضي والاختبارات المستخدمة من أجل التشخيص. هون في عندنا مجالات مرجعية للألبومين 3.3 لل 5 غرام على الديسيلتر. كمان هون مجالات مرجعية الفوسفاتاز القلوية عند الذكور وعند الإناث، ولل ALT كمان عند الذكور وعند الإناث. هون كمان عندنا ال AST نفس الشيء عند الذكور وعند الإناث، والبروبيل الإجمالي والبروبيل المباشر. هون عندنا ال JJT وزمن البروثرومبين. ايه اسباب فرط بيلروبين الدم؟ فينا الاسباب تقسم فرط بيلروبين المصري الى فئتين رئيسيتين: ارتفاع مستويات البيلروبين غير المقترن غير المباشر في البلازما، قد يكون هذا بسبب الافراط في انتاج البيلروبين وضعف الامتصاص الكبد للبيلروبين او شدود اقتران البيلروبين. ارتفاع البيلروبين المباشر قد يكون بسبب أمراض الكبد وضعف طرح القناة للبيلروبين أو بسبب انسداد الأقنية الصفراوية. عندنا التشخيص التفريقي لارتفاع بيلروبين دم غير المقترن، ممكن يكون بسبب انحلال الدم أو تسرب الدم إلى الأنسجة أو الإنتان أو خلل امتصاص الكبد للبيلروبين أو ضعف اقتران البيلروبين. في عندنا فرط بيلروبين الدم المقترن، قد يكون بسبب الانسداد الصفراوي بسبب الحصيات أو ورم البنكرياس أو الأورام الصفراوية أو الأورام في الأقنية الصفراوية أو بسبب الإيدز أو بسبب التهاب الكبد الفيروسي أو بسبب التهاب الكبد الكحولي أو بسبب التهاب الأقنية الصفراوية الأولي، الأدوية، السموم، اعتلال الكبد الأقفاري، ارتشاحات الكبد. وعندنا الاضطرابات الوراثية كمان. في عندنا التغذية الوريدية الكلية. في عندنا اليرقان بعد الجراحة. في عندنا هذا الجدول بيوضح الأسباب المشتركة لفرط بيلروبين الدم المقترن وغير المقترن. في عندنا الانسداد في الأقنية الصفراوية أو الركود الصفراوي داخل الكبدية، طبعا بسبب التهاب الأقنية الصفراوية البدئي أو التهاب الأقنية الصفراوي البدئي المصلب أو التهاب الكبد الفيروسي أو ركود صفراوي داخل الكبدية عائلية أو ركود صفراوي أثناء الحمل أو الكورتيزونات. في عندنا إصابة الخلية الكبدية المزمن والحاد، وفي عندنا عيوب الخلية الكبدية في متلازمتين وراثيتين دوبين جونسون ومتلازمة روتر. هون في عندنا التشخيص والتقييم. المقاربة التشخيصية للمريض المصاب بالأرقان تبدأ بتاريخ مرضي دقيق وفحص فيزيائي ودراسة مخبرية. التشخيص التفريقي يعتمد على النتائج والاختبارات لتحديد التشخيص، على الرغم من أن التقييم ليس إسعاف عادة، إلا أن اليرقان يمكن أن يكون حالة طبية طارئة في بعض الحالات مثل انحلال الدم الكتلي والتهاب الأقنية الصفراوي الصاعد والفشل الكبدي الحاد. يمكن الحصول على أسباب فرط بيلروبين الدم لدى المرضى من التاريخ. يجب أن نبحث عما يلي: استخدام الأدوية العشبية، المكملات الغذائية، استخدام الكحول، عوامل الخطر الإصابة بالتهاب الكبد مثل السفر،
تعرض المحتمل للحقن، سوابق عمليات على البطن، تاريخ من الاضطرابات الوراثية بها في ذلك أمراض الكبد والاضطرابات الانحلالية، تعرض للمواد السامة، الأعراض المصاحبة. هون نستفيد من الأعراض المصاحبة بتساعدنا على تطبيق التشخيص أو بالتوجه أكثر للتشخيص، مثل قصة حمى مع قشعريرة وألم في الربع العلوي الأيمن، أو وجود تاريخ من الجراحة الصفراوية السابقة يشير إلى التهاب الأقنية الصفراوية الحاد. أعراض مثل فقد الشهية والتوعك وألم عضلي قد يشير إلى التهاب الكبد الفيروسي. ألم الربع العلوي الأيمن يشير إلى انسداد الأقنية الصفراوية خارج الكبد. البراز الشاحب يمكن رؤيته في الطور الركود الصفراوي الحادي لالتهاب الكبد الفيروسي، وانسداد القناة الصفراوية شبه كامل بسبب سرطان رأس البنكرياس أو أمبولة الـ12. قد يكشف الفحص البدني عن علامة كورفوازي، مرارة محسوسة ناتجة عن انسداد القناة المرارية بسبب ورم خبيث، أو علامات فشل الكبد المزمن وارتفاع الضغط وريد الباب مثل استسقاء وتضخم الطحال ورم الوعاء العنكبوتي والتثدي. موجودات محددة تشير إلى أمراض معينة مثل فرط التصبغ في داء ترسب الأصبغة الدموية، حلقة كايزر فريشر في داء ويلسون، والورم الصفراوي في المراحل الأولية لالتهاب الأقنية الصفراوية. في عنا الاختبارات المخبرية الأولية، قياس البروبين المصل الكلي والأول بروبين غير المختلين، والفوسفاتاز القلوية الـ ALT الـ AST، زمن البروترومبين الـ INR والألبومين. إن الاختبارات الكبد توفر إرشادات عامة للتمييز الأولي بين الأسباب المختلفة للعرقان، إلا أن هناك استثناءات تحدث. على سبيل المثال، قد يظهر التهاب الكبد الفيروسي على شكل ركود صفراوي مع حكة ملحوظة. في عندنا الفوسفاتاز القلوي وناقلات الأمين. إذا كان الفوسفاتاز القلوي وناقلات الأمين طبيعيا، فمن المحتمل ألا يكون العرقان ناتج عن إصابة الكبد أو أمراض الأقنية الصفراوية. في مثل هؤلاء المرضى قد يكون انحلال الدم أو الاضطرابات الوراثية في استقلاب البروبين مسؤول عن فرط بروبين الدم. الاضطرابات الوراثية المرتبطة بفرط بروبين الدم المعزول غير المقترن مثل متلازمة كيلبرت وجليجلر نجار. في عندنا استثناء إنه بمرض ويلسون بتكون قيم الفوسفاتاز القلوية منخفضة أو طبيعية. في عندنا كمان الاضطرابات المرتبطة بفرط بيلوربين الدم المعزول مثل متلازمة روتر ودوبين جونسون. وفي عندنا كمان الاضطرابات الوراثية المرتبطة بفرط بيلوربين الدم المعزول غير المقترن، هو كما متلازمة جيلبرت وجليكلر نجار. يشير ارتفاع الفوسفاتاز القلوي مع ناقلات الأمين في المصل إلى انسداد الأقنية الصفراوية أو ركود صفراوي داخل الكبد. تم العثور أيضا على زيادة الفوسفاتاز القلوي في المصل في أمراض الكبد الورمية الحبيبومية مثل السل أو الساركوئيد. قد تترافق هذه الأمراض مع اليرقان وقد لا تكون كذلك. ارتفاع تركيز الفوسفاتاز القلوي في المصل يمكن أن تكون من الأنسجة خارج الكبدية وخاصة العظم. لا تسبب الاضطرابات خارج الكبد اليرقان إلا في حالات نادرة مثل أورام العظام التي تنتقل إلى الكبد. يمكن قياس الجي جي تي والخمسي نوكلوتيداز في المصل تأكيد الأصل الكبدي للفوسفاتاز القلوي، بتكون هون مرتفعة، بيأكد أن الأصل الكبدي للفوسفاتاز القلوي. في هذا الجدول تقييم ارتفاع الفوسفاتاز القلوي في الدم. أول شيء بنستبعد الأسباب الفيزيولوجية مثل الحمل وبعض الطعام والصيام المتكرر. مشان نتأكد أكثر بنعمل تحليل جي جي تي والخمسي نوكلوتيداز. إذا كان طبيعي ممكن الـ ALB من مصدر عظمي، ندور على مشاكل بالعظم. إذا زايد بنشوف الـ ALB إذا من مصدر كبدي، نساوي ايكو للربع الايمن، الربع العلوي الايمن من البطن. في حال توسع القناة الجامعية يطلب
اي ار سي بي وام ار سي بي. طبعا اذا سوينا ايكو اذا في توسع نطلب ام ار سي بي او اي ار سي بي. ما في عندنا توسع مش نفحص الاي ام اي. اذا كان الاي ام اي سلبي مع ايكو طبيعي في هذه الحاله درجه ارتفاع اي ال بي اقل من 50% مراقبي، اكثر او يساوي 50% بنساوي اي ار سي بي او خزع الكبد او اي ار سي بي. نرجع اذا الاي ام اي ايجابي وايكو طبيعي او اي ام اي سلبي والبراشيم الكبدي غير طبيعي هون نساوي خزع الكبد. ارتفاع ناقلات الامين، يشير ارتفاع ناقل الامين في المصل الى ان اليرقان ناتج عن مرض الخليه الكبديه الداخليه. قد يساعد نمط الارتفاع في تحديد سبب اليرقان، على سبيل المثال يرتبط التهاب الكبد الكحولي بارتفاع غير متناسب للاي اس تي مقارنه مع الاي ال تي. ارتفع الاي اس تي اقل من 8 أضعاف من الحد الاعلى الطبيعي والاي ال تي اقل من 5 أضعاف الحد الاعلى الطبيعي. نسبه اي اس تي على ال تي اكثر من 2 بالتهاب الكبد الكحولي. في عندنا ارتفاع الاي ان ار. ارتفاع الاي ان ار اللي بيتصحح بارتفاع اللي بيتصحح باعطاء الفيتامين كاف، هون ممكن يكون عندنا يرقان انسدادي. اما اذا ما تصحح باعطاء الفيتامين كاف هون ممكن يكون عندنا مرض كبدي متوسط الى شديد. فرط بيلوروبين دم غير المقترن يتضمن تقييم فرط بيلوروبين دم غير المقترن، عادة تقييم لفقر الدم الانحلالي والأدوية التي تضعف امتصاص الكبد للبيلوروبين ومتلازمة جيلبرت. في مريض لديه تاريخ يتوافق مع متلازمة جيلبرت على سبيل المثال تطور اليرقان في أوقات التوتر، ما في داعي هون نساوي اختبارات إضافية. إذا كان التقييم الأولي سلبي وفرط بيلوروبين دم غير المقترن مستمر يجب البحث عن أسباب أخرى مثل متلازمة كليكلر نجار. هون في عنا أسباب فرط بيلوروبين دم غير المقترن: فرط الإنتاج، ضعف الامتصاص، وفشل الاقتران. هذا الجدول ممكن نرجع له. فرط بيلوروبين الدم المقترن في عنا أسباب فرط بيلوروبين دم المقترن. في المرضى الذين يعانون من فرط بيلوروبين دم المقترن سوف يعتمد التقييم على ما إذا كانت الشذوذات ناتجة عن انسداد الأقنية الصفراوي أو ركود صفراوي داخل الكبد أو إصابة في الخلايا الكبدية أو حالي وراثي. هون في عنا الانسداد الصفراوي المشتبه به أو الركود الصفراوي داخل الكبد. إذا كان هناك دليل على وجود انسداد في الأقنية الصفراوي أو ركود صفراوي داخل الكبد فإن الخطوة الأولى في التقييم هي التصوير الكبدي بالأمواج فوق الصوتية أو الـ MRCP أو الـ ERCP للبحث عن دليل على توسع الأقنية الصفراوي داخل الكبد أو خارج الكبد. إذا كان التصوير سلبي ممكن نعمل AMA لتقييم التهاب الأقنية الصفراوي الأولي. في معظم الحالات تصوير الأمواج فوق الصوتية للبطن هي أول اختبارات يتم الحصول عليها في المرضى الذي يشتبه في إصابتهم باسدداد الأقنية الصفراوي مجهول السبب. في المرضى الذين يعانون من احتمال منخفض الانسداد نساوي لهم سي تي للبطن. في المرضى الذين لديهم توقع عالي للانسداد خارج الكبد يمكن أن تكون الأمواج فوق الصوتية بالمنظار الـ US أو الـ ERCP هي إجراء الفحص الأولي لديهم، لأن التصوير بالأمواج فوق الصوتية السلبي لا يمنع الأداء اللاحق للـ ERCP. في المريض الذي لديه دليل على الانسداد ولكن الدليل قليل فيما إذا كان المرض داخل الكبد أو خارج الكبد قد يوفر الفحص بالأمواج فوق الصوتية معلومات مفيدة في تحديد الاستخدام الأمثل للـ EOS أو الـ ERCP. إذا كان هناك دليل على إصابة خلايا الكبد يجب إجراء اختبار مصلي لتقييم أسباب الخلل الوظيفي في الخلايا الكبدية. اختبارات هي كالتالي: الاختبارات المصلية لالتهاب الكبد الفيروسي، قياس الـ AMA لالتهاب الأقنية الصفراوي الأولي، قياس الأسمى أو الـ Anti-LKM لالتهاب الكبد المناعي الذاتي، نشوف كمان مستويات الحديد في الدم وترانسفيرين والفريتين
لداء ترسب الأصبغة الصفراوية واختبارات وظائف الغدة الدرقية. كمان في عنا فحص الأجسام للداء الزلاقي، قد تشمل الاختبارات الإضافية أيضا بناء على السيناريو السريري. في كمان في نشوف السيروبلازمين في المصل لمرض ويلسون، وقياس ألفا واحد أنتي تربسين لعوز ألفا واحد أنتي تربسين. نشوف كمان اختبارات الغدة الدرقية، الغدة الكظرية، ممكن أحيانا نساوي خزعة كمان في بعض الحالات. فرط بيروبين الدم المعزول المقترن، تم العثور على فرط بيروبين الدم المقترن بدون شذوذات أخرى في اختبارات الكبد الروتين في حالتين وراثيتين نادرتين، متلازمة دوبين جونسون ومتلازمة روتر. متلازمة دوبين جونسون ومتلازمة روتر يجب أن يشتبه بهما في المرضى الذين يعانون من فرط بيروبين الدم الخفيف في حالة عدم وجود شذوذات أخرى في الاختبارات المثالية الكيميائية الحيوية للكبد. هون في عنا الأسباب الشائعة لتحاليل الكبد الدموية الغير طبيعية، داء ويلسون، شوف إذا في قصة عائلية أو شخصية لشم الكبد في عمر الشباب، نقيس السيروبلازمين المصل أقل من 95% من المرضى، ممكن نعمل خزعة كبد تظهر زيادة النحاس، ممكن في عندنا كمان عاوز واحد ألفا واحد أنتي تريبسين، شوف إذا في قصة عائلية أو شخصية لتشمع الكبد في عمر الشباب، نشوف الـ AAT بالمصل، تشحم الكبد غير الكحولي، تاريخ للداء السكري أو متلازمة استقلابية، كمان اعتلال الكبد الاحتقاني، قصة قصور قلب أيمن، التهاب تامور حاصل، تضييق تاجي، قصور ثلاثي الشرف، اعتلال عضلة قلبية أو قلب رئوي. مرض الكبد الكحولي AST عائلتي أكثر من اثنين، التهاب الكبد سي، كمان في نشوف نفحص الإيزا والأنتي HCV، التهاب الأقنية الصفراوية البدء RNA ارتفاع IgM، كأنه بس في رسائل على الشات ما بعرف. التهاب الكبد المناعي الذاتي، فرط جاما جلوبولين الدم، وفي عندنا كمان بنشوف الـ RNA والأسما والأنكا وأنتي LKM، وكمان في عندنا التهاب الكبد بالمزمن، نشوف الـ HBS أنتيجين أو الـ HBE أنتيجين، وده ترسب الأصبغة الدموية الوراثية، تاريخ عائلي لتشمع الكبد. إشباع ترانسفيرين وبلازما الحديد يجب إنجازها، لكن قد تكون مرتفعة في أمراض الكبد نفسها. هون في عنا الخلاصة والتوصيات، يتم تقسيم فرط بيروبين الدم إلى فئتين رئيسيتين، فرط بيروبين الدم غير المقترن، فرط بيروبين الدم المقترن. هون بيرجع بيحكوا نفس الحكي، يمكن الحصول على أسباب فرط بيروبين الدم من التاريخ المرضي مثل استخدام الأدوية والمكملات الغذائية والكحول، خطر التهاب الكبد، تاريخ عمليات بطن، ترابط وراثي والإيدز، تعرض المواد السامة. هو بيرجع بيذكر الاختبارات الأولية، قياس البيروبين غير المقترن، الفوسفاتات القلوية AST ALT زمن البروفرومبين، INR الألبومين. هو نفس الشيء، إذا كان الفوسفاتات القلوية ناقلات الأمين طبيعيا، فمن المحتمل أن يكون الإرقان ليس بسبب إصابة الكبد أو أمراض الأقنية الصفراوية. في مثل هؤلاء المرضى انحلال الدم أو الاضطرابات الوراثية لاستقلاب البيروبين قد تكون مسؤولة عن فرط بيروبين الدم إذا كان طبيعيات. يشير ارتفاع الفوسفاتاز القلوي مع نقلات الأمين في الدم إلى انسداد القناة الصفراوية أو الخول الصفراوي داخل الكبد. يشير ارتفاع نقلات الأمين في الدم إلى أن الإرقان ناجم عن مرض الخلية داخل الكبدية. هو نفس الشيء، إذا عوضنا الفيتامين كاف وتصحح الـ INR بيكون الإرقان انسدادي، إذا عوضناه وما تصحح بيكون مشكلة كبدية.
هون لازم كمان فرط بروبين دم غير المقترن، لازم نقيم فقر الدم الانحلالي والأدوية التي تعيق امتصاص الكبد للبروبين. أنت لازمتك البرت. هون كمان إذا كان عندنا دليل على وجود انسداد في الأقمة الصفراوي أو ركودي صفراوي داخل الكبد، لازم إنه نصور بالأمواج فوق الصوتية أو بالإم آر سي بي أو الإي آر سي بي. وإذا كان التصوير سلبي هون نعمل الاي ام اي انتي ميتوكوندريال انتي بودي مشان التهاب الأقمشة الصفراوي الأولي. هون إذا كان هناك دليل على إصابة الخلايا الكبد، يجب إجراء الاختبارات المصلية لتقييم أسباب الخلل الوظيفي في الخلية الكبدية مثل التهاب الكبد الفيروسي وأمراض الكبد الكحولية وأمراض الكبد الاستقلابية. إن فرط بيلوبين الدم المقترن دون شدودات في اختبار الكبد الروتيني الأخرى نجده في حالتين وراثيتين نادرتين. هم كمان نفس الشيء دوبن جونسون وروتور. ساعد المستويات الطبيعية من الفوسفوكلاز القلوي في الدم والجي جي تي على تمييز هذه الحالات عن الاضطرابات المرتبطة بانسداد الأقمشة الصفراوية. هون في عندنا فرط بيلوبين الدم غير المقترن. هوني كمان جداول ممكن نستعين فيها. هون كمان نفس الشيء جداول بآخر المحاضرة. هون تشخيص تفريط للأرقام الكبدية كمان جدول. خلصت المحاضرة.